هذا ويواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر منى في ثاني أيام التشريق، فيما يغادر المتعجلون الأراضي المقدسة اليوم بعد رمي جمرة العقبة الوسطى والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع، كما تبدأ المدينة المنورة باستقبال طلائع وفود ضيوف الرحمن المتعجلين لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يتوقع أن يصل عشرات الآلاف من حجاج بيت الله إلى المدينة المنورة خلال اليومين القادمين. وطواف الوداع يعتبر آخر واجبات الحج التي ينبغي تأديتها من قبل الحاج قبيل سفره مباشرة، ليكون الطواف آخر العهد بالبيت امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم.